تحت شعار العالم يرسم في تعز الثقافة والسلام، نفذ الفنانون التشكيليون المحليون وبمساهمة 8 دول عربية وأجنبية المشاركة في هذا المعرض التشكيلي الذي يجسد واقع مدينة تعز خلال الأعوام السابقة. استقبلنا اللوحات عبر آلية معينة، عبر وصولها عبر مسافرين وأيضا عبر البريد الإلكتروني. قمنا هنا أيضا بإعادة ترتيب هذه اللوحات ومن ثم تعليقها، وكان الجميع متعاون معنا ووجدنا أصداء جميلة، أكثر من فنان من خارج الوطن يشاركون في هذا المعرض بلوحاتهم، وهي رسالة جميلة جدا على أن تعز مدينة للحياة، مدينة للجمال، مدينة للثقافة، مدينة للفن. بجهد لا متناهي وعمل دؤوب حرص القائمون على هذا المعرض التشكيلي على إظهار مدينتهم بصورتها الجمالية التي تستحقها، على الرغم من استمرار الحرب والحصار المفروض عليها منذ 4 سنوات. اجتمعنا لنصل برسالة بصوت واحد، ورسالة واحدة هي رسالة الفن والسلام، ونكسر الحصار المستمر من 4 سنوات على تعز. طبعا اللوحات اجتمعت في نقل معاناة وتجسيد قضية تعز، وهي ليس قضية تعز وحدها، إنما قضية اليمن، قضية الوعي، قضية الدولة، قضية المدنية، قضية الثقافة. بالأول والأخير كان معرض ناجح وثم أثمر نتيجة عملنا، وظهرت المدينة بشكل رائع معبرة للحب والسلام. 30 لوحة فنية هي نسبة مشاركة فنانين عرب وأجانب أرسلوا أعمالهم بالطرق المتعددة جوا وعبر الرسائل الإلكترونية، حيث جرى طباعتها بمواصفات دقيقة وعالية، لتلتقي لوحاتهم هنا في معرض المحافظة الذي يزخر بمخزون ثقافي رفيع. تجسد هذه اللوحة الفنية جانبا من واقع المدينة، حيث تعزف لحن السلام وتسعى إليه برغم نزيف الدم المستمر. لوحات غنائية وفنية رافقت هذا المعرض التشكيلي والذي يستمر على مدى 5 أيام، حيث سيشهد المعرض عروضا وأنشطة مختلفة فنية وثقافية متنوعة تهدف إلى تقديم ولو جزء من وجه المدينة التي شوهها الانقلاب، كاشفة في الوقت ذاته عن تعطش المجتمع المحلي إلى عودة مثل هذه المعارض، إذ تمنحهم شيئا من طمأنينية المدينة التي حاولت الحرب سرقتها. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.